لثلاث مراكز أرضية تتصل بالكون بأبعاده ومستقبله وماضيه والمجرات البعيدة، وهو حقيقة وليس تخريف مثل شبكة الصقر وغيره التي أنشأتها الهويات المعزولة على الأرض بعد الحرب العالمية الثانية. منظومة أشطار للاتصالات الكونية: أستراليا، بنجاب، الجيزة، مصر، الهرم الأكبر، أمريكا، أنفاق دولسي، فصل السفر عبر الزمن، وتسريبات محاولة قتل نابوخذ نصر وهو صغير. تقول الرواية أن جماعة من اليهود أمسكوا بالنابوخذ نصر وهو صغير طفل بعد أن بحثوا عنه، لأنهم قرأوا في كتبهم بأنه سيتسبب في قتل اليهود، فأنقذه جبريل منهم، فقالوا: جبريل عدونا من الملائكة. وقد قال لهم جبريل: هذا قدركم، والله أعلم. ومحاولة قتله لاحقا بعد أن سافر مفرزة من المختارين المتنورين إلى عهد نبوخذ نصر وهو صغير لاستباق التاريخ والنجاح فيما عجز فيه من فعله من قبلهم. فدامت تلك الرحلة حوالي 3 أشهر. تم قتل 3 أو 2 من الأطفال الأبرياء ظنا منهم أنهم نابوخذ نصر، الله أعلم. ولما توصلوا إلى الطفل الحقيقي أنقذه رجل غريب كان يعلم بكل خطتهم وقال لهم: هذا قدركم، ففهموا أنه جبريل تجسد وأنهم قد ذكروا في التاريخ. فصل تابوت السكينة أو تابوت العهد كان في حوزة أخناتون فرعون موسى، وكان الحارس لتلك البوابة يعرج منها ويفتحها في أسباب السماوات هو وهامان أرماد جنراله الذي خدعه بفتح البوابة المندي جنات عدن وحاول دخولها، لكنه نزل إلى العالم السفلي أرض سجين، فخرجت بعض الأنفس المتشيطنة وبدأت تحوم في القاعة أو الغرفة الملك في الهرم الأكبر. لكن الضغط الذي شكله فرعون على تلك البوابة أدى إلى انشطارها فصارت غير صالحة. وبعد غرقه أي فرعون موسى أخيناتون اختفت تلك الآلة العجيبة بوابة الزمان. قيل أنه السامري تمكن من سرقتها وهرب مع بني إسرائيل إلى جوف الأرض أرض تاتنت، وقيل أنه موسى عليه السلام الذي أخذها أو بعض وجهاء بني إسرائيل فوضعوها في قبة الزمان بعد أن استقروا في أرض التيه، لأنهم لم يعرفوا استعمالها وإصلاحها للانتقال إلى أرض المقدسة التي كتبها الله تعالى لهم بدخول الباب سجدا. فأنزل الله عليهم الرجس والسرطان والطاعون على كل من يقترب من التابوت البوابة الزمانية إلا 70 رجلا من السبط اللاوي، والله أعلم. فخرجوا في عالم وقرية العمالقة والجبارين الذين يخافون، فبعد أن تخاذلوا تاهوا في الأرض 40 سنة لا يجدون المخرج حتى زمان يوشع بن نون وطالوت الملك الذي كان من علامات ملكه أن تصلح الملائكة تابوت العهد قبة الزمان. فتمكن الصبط واحد من الخروج إلى عالمنا واختفى 11 صبط الآخر في التيه، وكان داود من قتل العملاق جالوت وآتاه الله الملك. ثم سليمان وآصف استعمله في إحضار عرش بلقيس في لمح البصر بالانتقال الآني، وهو الآن مفقود أو موجود عند الماسونية والفاتيكان، وقيل هو غير صالح للعمل. فيه بقايا الأنبياء قرط حواء وجبة آدم وعصا موسى وآثار لهارون وشيء من المن والسلوى والإنجيل الحقيقي والتوراة الحقيقية وأحد الألواح للوصايا العشر وخاتم سليمان، وقيل هو في جبل من جبال عكا نخفته الملائكة، وقيل هو في قعر بحيرة طبارية ستعيده الملائكة يعمل في آخر الزمان، وآية ملك
المهدي ستكون مثل آية ملك طالوت تحمله الملائكة، أي التابوت الذي إذا كان مع جيش كان لا يهزم، لأنه يوقف الزمان كما فعل به يوشع إذ حبس الشمس في مكانها وتوقف الزمان حتى استطاع أن يقضي المسلمون من بني إسرائيل على كل أعدائهم الذين صارت حركتهم بطيئة جدا أو كانوا جامدين بالكلية، لأنهم يتبعون لاهتزازات الزمن الأرضي الذي إن توقفت أو تباطأت حركته المخلوقات الأكثر كثافة فيه، والله أعلم. لثلاث مراكز أرضية light can't really get through. There's no, you're not going to feel anything, you're not going to smell anything until the surface is literally breached. The locale on that side will equalize with the locale on this side, and then you're good to go. You can kind of see like a glow happening, but again, you're not going to get anything more than that until you touch it. And once you do touch it and the surface is breached, this portal becomes self-sustained for like 2 hours. Are you going to go through it? Taking samples of this water. It's unbelievable. It's so warm and fresh here. It's almost like it's just untainted. Can't see it because the clouds are covering it, but there are two suns right off there. One, and there's a lesser sun like right there. Feels like home. I think it's still Earth. It's Earth in a different time, maybe. There it is. Two suns, crazy, beautiful.